Demain, tu سي فري يعني كما يقول لك كاين فاز ترانزيتوار بينك وبين الاخر يا حبيبي. 2021 نعطيك انا 7 ملايير تقعد لي ترينا بها هكذاك ما نخدمش معاك بالكيفيه هذه لا انت ولا غيرك فهمتو. لا نعطيك ما حاجه تنجزوها في الوقت نتاعها الله يبارك. الا ما كانش مانيش مستعد انا باش نجمد اموال الدوله دونك هذه اللي هنايا بالنسبه لي انا ماهوش عاجبني الحال. فوت هنا صافي بليز ديراني وكي جيت مديت الشيء اللي لازم عندنا بروبليم مع المرحوم رئيس بلادي اي نظرك هي بروبليم هذا مي فالي تريكليه في وقتها سيد الرئيس ما نعطيش اموال ونقعد مجمدها الشيء اللي كنت راح تخدموا لي 2021 درك 2023 ما نقدرش نخدموا به. شكون اللي يتحمل المسؤوليه هذه؟ من يتحمل المسؤوليه؟ سبحان الله العظيم نعطوك عمليات نعطوك اموال نتاع الدوله لازم ننجزها في وقتها ربي يشاء ابدا. لا هو سيد الرئيس دونك لازم المتابعة. كاين سيكو برك سيكو سياك شكون الاخر اللي معاه؟ سيرفيس تكنيك تاع البلدية. تاع البلدية ورانا دوكا بارابور لي ترافون تاع لو كونتيتاتيف تاعنا هذا ورانا. بصح نتفاهموا على حاجة المبدأ الأساسي المجانية لا نقاش فيها ولكن المبدأ الأساسي هو يفتح لكل الشباب. نعم سيدي الوالد. طبعا برنامج نتاع الاخر هكذاك باش يكونوا منظم والناس كل واحد يعرف الوقت نتاعو لكن ما نقصوا حتى واحد. هذا انجزه من اجل الشباب ووليداتنا. احنا السيد الوالي الجمعيه تاع بلديه شيحاني راهي هنا الوصول الحر ياك هكذاك درنا مدارس كرويه باش نتفاهموا مليح. التسيير هذا من اجل باش نحافظوا عليه فقط. نعم سيد الوالي. لكن هو فضاء للشباب. داكور سيد الوالي بالبركة عليهم إن شاء الله. راه القاضي الأول في البلد لا يستحق حتى واحد بالعكس تكون معاه أنت إن شاء الله ورئيس دائرة إن شاء الله. حنا وكل المسؤولين معاه راني نقول لك حنا الفاصل اللي بيناتنا وش هو؟ الصالح العام. الصالح العام والله نوقفوا معاه الأخ اللي نقدروا عليه ربي يوفق العالمين. هي ديكرادية كذلك سيد الوالي وحنا سيد الوالي رانا في الميدان. واش عندكم الاولويات نتاعكم هنا في الملعب هذا؟ شحال عندكم من لون راه مخصصين؟ حنا سيد الوالي سالنا واحد ستير ولاكلونتير وليكليراج تاعهم. ليكليراج سيد الوالي من الوقت عندنا اكزاكتومون 1,700,000 1,700,000 وبالنسبه لا كلوتور لا كلوتور 24,400,000 بالنسبه لي فيستير لي فيستير سي 29,000,000 29,900,000 ما هي الاولويات الاولويات الثلاثه كي ترتبوا لا كلوتور مبروك عليك جرادا لا لا سي با لي جرادا واش نوخر لازم يكون تاويل تاع الكلامي يكون في محله برك
انا دائما نقول كل منطقه وكل بلديه وكل جهه خيرها في ولادها، هما يقولوا عيبها على رجالها وانا نقول خيرها في ولادها. واش معناها؟ والله يكونوا الناس اللي هنا يخدموا، ما نقول لكش رايحين نحلوا كل المشاكل، مي والله كثير من الامور اللي قادرين نديروها مع بعضنا بعض، بس بشرط تكون النيه متبادله ونخدموا كل واحد يخدم الواجب تاعه. سيت هذا المطلوب منك محليا والباقي علينا. بارك الله فيك. وين؟ لوجمون سوسيال سي دولي. عندو لوجمون سوسيال. لوجمون سوسيال من هذوك اللي عطيت مؤخرا. نو سي دولي قديم 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 قديم. هذه هي هذا مدرك سيد الوالي، راهم يطلبوا انهم يغيروا، كانوا هاد العشرة انا من 18 في 10 يطلبوا في التبديل تاع ال 1003 يخليو خمسه وبداو سيد الوالي صغار ماشي بدا هما طرف الشيحه عندي في الذرعان في طارف في، ولكن هذا مع الساده رؤساء الدوائر، لان العمليه هذه ما نقدروش نديروها هكذاك بقرار وخلاص، هذه لازمها تفوت على اللجنه تاع الدائره. راهم يفهموني مليح الساده رؤساء الدوائر كي نتكلم معاك. معليش انا التعليمه اللي عطيتها لهم، ولو ما نقدرش نسكنوا كل الناس ضربه واحده، على الاقل نمشوا، مشينا في هذاني في الطرف درناها، نمشوا كل مره ندوا مجموعه، كل مره ندوا مجموعه، كل مره ندوا مجموعه حتى نقضي على المشكل النهائي. شحال عندك محاله هنا انتم؟ كان 10 وانت شحال عندك الزرعان؟ عندك عدد واحد عندي 2000 ضربه واحده. الا ما كانش دير مون دو ترونش سته وربعه ولا ربعه نخرجوا خمسه ويقعد توزيع باسكو راهم يفوتوا على اللجنه. نجيك انا محمد انا ندبر راسي. لا ما نقولش هذا ولا انا قلت لهم يدرسوا 10 حالات عندهم، يدرسوا الحالات بالاولويه. كاين اللي عنده ربع اولاد ولا خمسه، كاين اللي عنده ولدين، كاين اللي ما عندوش اولويه. لازم تحافظوا عليه، خلوهمش يخسروه وما تخسروهش، وحافظوا حاجه اخرى ثاني على النظافه نتاعو. كي تكملوا المقابلات نتاعكم واللاعب نتاعكم ما طيشوش فيه القراعي، ما طيشوش فيه الحوايج اللي ماشي ملاح، خلوه دائما نظيف باش كي تجيو ترتاحوا وتريحوا فيه. ومبروك عليكم ان شاء الله. احنا بهذا الصد ربي يعيشكم جديد، وشكرا للوالي. احمد الوالي ربي يعيشه، ودرك احنا فرحانين بهذا الملعب الجديد هذا. نشكر الدولة ونشكر الوالي وكل من خدم الصاد هذا. صحيح. نشكر الوالي على الملعب الجديد و نكونوا مرتاحين. الوالي لهذا الملعب الجديد ونشكره كجد، ونريد مدرسة جديدة للملعب ونريد مدرسة، ونشكر من خدم الملعب ونريد مسجد أيضا. شكرا. شكرا لوالي شيحاني، وشكرا للوالي لأنه صنع لنا هذا الملعب، ونرجو له أن يصنع لنا مدرسة.